السلام عليكم. الطاغية صدام حسين كان يمثل كل ظلام ووحشية التاريخ بالماضي وأيضا الحاضر، وكانت ليلة إعدامه وقبره ليلة عيد لكل العراقيين، ولكل عراقي حر وشريف، ولكل عربي مسلم حر وشريف أيضا، ولكل إنسان حر وشريف في هذه الأرض. ليش نقول هيج؟ لأن العراقي والكثير من العرب وجيراننا المسلمين منهم فقدوا الكثير من حريتهم وانظلموا هواية على إيد هذا الطاغية. إذا تردون تتعرفون وياي بشرى الساعد وبرنامج القصة، ابقوا يانا. اليوم خلينا نسولف وياكم على حادثة إعدام الطاغية وشلون صارت وشلون تبعاتها على الداخل العراقي وخارج العراق أيضا، وشنو كانت ردود الأفعال صبيحة يوم الخميس 30/12 من سنة 2006. نفذ حكم الإعدام للطاغية، وطبعا اللي يتذكر هذا اليوم كان عيد، وبهذا اليوم صارت الفرحة بفرحتين. وهسه واحد يقول مو كل الناس فرحت بهذا اليوم، وإحنا نقول إيه صحيح، بس إحنا جاي نسولف على الناس اللي عانوا من الظلم ومن الظلام في حكومة الطاغية صدام. بهذا اليوم الناس اللي خلصوا زهرة شبابهم بالسجون، الناس اللي كانوا يتحصرون على قراءة كتاب بسبب قرارات الطاغية الظالمة، بهذا اليوم فرح كل عراقي حر وشريف لأنه تحرر من هذا الظلم، ظلم الطاغية فعلياً، لأن العراقي كان ذليل بذاك الوقت الصدام والأسرة القدرة. الجرائم اللي ارتكبها الطاغية حزينة، كلها موثقة ووثائق تقدرون تطلعون عليها عبر الانترنت. شلون كان يصدر قراراته بمنع حتى الزيارة للأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وشلون كان يحارب الزوار ويعتقلهم ويعذبهم، وشلون كان ينشر عناصر الأمنية بوسط الناس متخفايين أو حتى ما حد يعرفهم، شلون خلى الأخ ما يثق بأخوه، كل هذا حتى يستمر حكم الظالم. وما حد يقدر ينسى جرائم البعث وآلياته عديدة جدا وكثيرة، وكانت نتيجتها موت مئات الآلاف من العراقيين. ما حد ينسى جرائم البعث الفاشي اللي لا تعد ولا تحصى، وما حد ينسى جلسات المحكمة الخاصة العلنية عن جرائم مختلفة ارتكبها صدام وزبانيته، وما حد ينسى أيضا شائعات إعادة البعث وتأهله وشائعات أخرى عن المساومة مع جلاد وطاغية. بس الحمد لله والشكر كان القرار الشجاع من الحكومة العراقية الجديدة أنذاك انتهت وذابت كل هاي الأحلام فجر عيد الأضحى يوم إعدام الطاغية، وصارت في مزابل التاريخ. من صدرت أحكام الإعدام بحق صدام حسين وزبانيته، البعض خاف تنفيذ القرار، وكان أكو مناشدات طبعا دولية من بعض المحسوبين على نظام البعث من الحكام العرب وبعض الشعوب المخدوعة بالطاغية. بس الحمد لله والشكر اتحققت الفرحة لأغلبية ساحقة من العراقيين، تلك الأغلبية اللي فرحت يوم زوال حكم الطاغية، وهي نفسها اللي ضحت بأيام الطاغية. وبهذا اليوم صار العيد عيدين، عيد الأضحى المبارك وعيد إعدام صدام المقبور. وبخلاف الأغلبية الساحقة من العراقيين، بقت زمرة من حثالة المجتمع من جنسيات عربية وبحثيين مجرمين احتجوا على القرار، ومثل ما تعرفون هم بالأصل مجرمين قرروا أن يعبرون عن رفضهم لقرار الإعدام بالعنف. وكلنا نتذكر شلون كان يفجرون بالشوارع ويقتلون الأبرياء من أبناء شعبنا المضحي المظلوم. إعدام حاكم جائر طاغي فاسق فاق إجرامه وانتهاكاته للمقدسات كل الحدود، حاكم سببت سياسته الهوجاء تدمير العراق والكويت وإيران وغيرها من الدول، ألحقت الضرر الفادح بالجارة إيران، وما نجت أي فئة عراقية، وهو أول من أدخل المنطقة في أتون النزاعات الطائفية اللي تفسر محبة عربية يقابلها بغض داخلي واسع لسياسته وجرائمه الكثيرة. طاغية العصر صدام حسين أعاد العراق إلى عهود القرون الوسطى، ومزق الصف العربي الواحد شر تمزيق، واعتدى على الجوار، وحارب أبناء شعبه عقود طويلة، وكان يراهن على صفقة ويرسل رسائل من داخل المحكمة الخاصة
إلى أدنى باب الخارج. الطاغية وأفراد عائلته وعشيرته وأبناء قريته كانوا يعيشون حياة الرفاهية والنعيم، يفعلون ما يحلو لهم من فجور وفسوق وأيضاً من جرائم وفاسد وموبقات، وما يبذرون ويصرفون، فهم فوق القانون جميعاً وفق الأعراف والقيم والأخلاق، كل شيء مباح لهم وكل شيء بيتهم، لا يقرون ولا يكتبون أيضاً، بس اللي يتنازل عن حريته وإنسانيته وشرفه هو يكون تبعهم. فشل ما بعد فشل أثر النظام الفاشي المقبور اللي عاش العراق آنذاك، بحريته وإنسانية الإنسان أكيد وبكرامته كان معناها معارض للنظام. من يوم أدام صدام باختصار هو يوم ارتوت به صدور قوم عطاشة للعدالة الإلهية في الأرض قبل السماء. ألتقيكم بحلقة ثانية، إلى اللقاء.